مساءكم سعيد لاراش اونفو. اليوم كما العادة جولة ليلية انطلاقا من ساحة التحرير باب المدينة عبر شارع محمد الخامس وشارع عمر بن عبد العزيز. بسم الله. لنرصد لكم مدى التزام ساكنة العرائش بقرار الإغلاق الساعة الثامنة، قرار الحكومي الساعة الثامنة وبقرار الحجر الصحي اللي تبدا مع الساعة 9 ديال الليل. الآن حنا كنتواجدوا بشارع جميع المحلات والمقاهي، كل شيء التزم بالقرار ديال الإغلاق. الحمد لله كاين أمطار الخير كتنزل في هذه اللحظات واخا قليلة، ولكن الهواء والجو ديالها إن شاء الله ليلة ممطرة إن شاء الله. شارع ديال الحسن الثاني لا زال مظلما. كندخل الآن شارع محمد الخامس. الساحة الجديدة لا زالت في طور التشييد. السلطة كيتجمعوا باش أن يبداو، كيتسناو الساعة ديال 9 باش كيبداو الحملات لتطبيق قرار ديال الحجر الصحي حظر التجوال. مرحبا كل واحد معنا في البث المباشر قناة صفحتكم وموقع العرائش اونفو. نتمنى انكم تبارطاجيو معنا هذا البث المباشر. الآن كنمر دابا الآن من أمام مقبرة لالة منانا المصباحية. نعم الكل مغلق حتى الساكنة، يعني العريشيين قلالين في الشارع الآن، كلشي ولا منضبط القرارات الحكومية اللي كتلزم واحد التوقيت بالضبط ان الكل يكون في الشارع بالدار. اي واحد خرج في الاعلام بعد الساعه 9 ساعة عايز تعتقل وعايز تطبق عليه قرار ديال اختراق حجر التجوال. الان كندخلوا المنطقه ديال رون بوان ديال كوتر كامينو. الساعه
الجوله هذه كنديروها قبل الساعه 9. هنا الساعه 9 ليلا كيبدا الحظر ديال الجوال، الساعه 9 ليلا الحظر ديال الجوال المحكمه القديمه، والساعه 8 اغلاق جميع المحلات. مقاس كوترو كامينو او شارع عقول النافع. لازلنا بساحة كوترو كامينو. هاد الساحة الشهيرة ساحة كوترو كامينو ومفترق الطرق في مدينة العرائش. كندخلو من منطقة ديال شارع عمر بن عبد العزيز. الأمن دائما موجود بقوة، هنا حالة الطوارئ. عندما كتبدا الساعة الثامنة يعني تقريبا الساعة التاسعة كيبدا الساعة التاسعة كنعرفو حالة الطوارئ، فجميع التلوينات ديال القوات من القوات المساعدة والشرطة الكل مستعد. الساعة 9 كيبداو جولات تنشيطية من إدارة الأمن وتطبيق الحظر الجوال، وقوات يعني كيبداو الساعة 8 كيبداو على حسب المحلات، على حسب المحلات التجارية. الساعة 8 كيبدا لهم يعني الجولات باش يتأكدوا أن كل شيء شد، ولكن الساعة 9 كتطبق على المواطنين. أي واحد توجد في الشارع العام بعد الساعة 9 كيطبق على كيتم الاعتقال ديالو، وكيدار عليه مخالفة ديال أن أخرج يعني